كده. السلام ده فيك الكبير ومحمد الرسول ولا ده عمليه في كلمه اصعب جمله جالك. توقف عندها وتفكر وتراجع نفسك فعلا، أنت ممكن يأثر فيك التعليق السلبي. وقت نحس اللي أنا قصرت في حاجة معينة، ما تفرق أنا اللي نحكم، أنا اللي نحكم. معناتها ينجم يجي واحد يقول لي لا أنت لهنا ماكش باهي، مثلا في الدورة هذيا ماكش باهي وما مثلتش مليح. كان أنا نعرف روحي ما مثلتش مليح. مش يقول عنده الحق. أما كان أنا نعرف روحي خدمت خدمة باهية، نعرف روحي تشوف العبد، العبد يعرف روحو وقتاش خدم خدمة باهية وقتاش خدم خدمة خايبة، وسيغتو خاصة كي يبدا واحد صعيب مع روحو، صعيب مع روحو، كي تبدا إكزيجون حاسب في نفسك، حاسب في نفسك وتبدا إكزيجون مع روحك، معناتها صعيب مع روحك، تعرف وقتاش عملت حاجة باهية وقتاش عملت حاجة خايبة. أما حياتي الكل وأنا نحاول، حتى كان كلك صوت نجم تكون تضحية. معناتها كنت مستعد كان لازم وراو معناتها باش تفهم معناتها راهو الحاجة ما جاتش. هو